لان كل مؤسسه انت فكتها هتبقى عايز ترجعها. هتقدر ترجعها ولا لا؟ المسار بتاع ارجاعها مسار مش سهل. مثال، انت حليت البرلمان، عشان ترجع البرلمان عايز تعمل انتخابات. طب في استقرار ولا مفيش؟ طب القوى السياسيه جاهزه ولا مش جاهزه؟ طيب انت هتقدر تعمل الانتخابات دي ولا لا؟ طب انت عندك قدره تمويليه انك انت تمولها ولا لا؟ شوف، عشان ايه انت جيت ايه حليتها في ثانيه، حليتها في ايه، فكتها في ثانيه، لكن استعادتها مش في ثانيه. طب نفس الكلام مؤسسه الرئاسه، انت فكتها شلتها، طب عايز ترجعها، خش بقى في مسار، هنعمل الدستور الاول ولا هنعمل البرلمان الاول ولا هنعمل الرئاسه الاول، وتخش في المتاهات ديت اللي من خلالها حاله الهشاشه اللي بتتعرض لها الدوله في المرحله دي في منتهى الخطوره، خاصه في دوله عددها كبير والظروف الاقتصاديه بتاعتها صعبه جدا، وفي عناصر موجوده فاهمه غلط ان لما هتوقعها هتاخدها، توقعها ايه؟ هتاخدها. وهو مش فاهم لانه مش متعلم ان اللي بيقع ما ينفعش يتاخد. اللي بيقع ايه؟ اللي بيقع ما ينفعش يتاخد، خده. وبعدين ها لهم ما وجدوا، ها لهم ما وجدوا. وانا بقول الكلام ده عسى ان يكون منهم رشيد يفهم ان عمر ربنا سبحانه وتعالى لما يرد يعني يحافظ على بلد ما حد ابدا يقدر يكسرها ابدا. واللي حصل ده كل مقاومات التدمير وهدم الدوله كانت متوفره، مفيش كلام، مفيش مؤسسه كانت على حل عدا الجيش، وكمان اتعمل له مخطط كبير جدا للإساءة ليه وتشويه صورته، وتشويه صورته حتى لا يكون له دور في المرحلة دي. أقول تاني، يعني كل مؤسسات الدولة تم إسقاطها عشان تبقى دولة بلا دولة وتمشي الدولة كده بعد تدمير الإقسام والمديريات الأمن ولا مؤاخذة الكنايس ومش كل ما يمكن ان هم قدروا ايديهم تطول لهدمه لم يتورعوا عن هدمه. وانا والله بتقول لا يمكن ربنا يمكن الاشرار ابدا، والله بقيت اقول كده. وانا ما كانش في امل ان يعني ان ممكن تنجح. انا كانوا بيسالوني مدير الاستخبارات مين اللي جاي؟ اقول لهم هم اللي جايين. ده تقدير، تقدير علمي في ضوء ايه؟ في ضوء فهم والناس البسيطه جدا في مصر على مدى 50-60 سنه من التقديم السلبي والتقديم الخاطئ للحقيقه، وبيقدموا نفسهم انهم هم افاضل الناس. يا اخي ده المنهج كذب، المنهج في كذب، يعني بلاش المنهج كذب، الكذب منهج، خلوا الكذب منهج، شرعنوا الكذب، شرعنوا الايه؟ انا مش بهاجم حد والله، انا والله ما بهاجم حد، انا بوصف حد. هاجم براحتك يا فندم. لا 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 لا، حقك علينا تعمل اللي انت عايزه. لا 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 لا، هما هنخش على النقطة ديت في السياسات اللي احنا انتهجناها في الفترة ديت يعني، بس أنا بحاول الأول أوصف الواقع المصري في الوقت دوت للناس اللي ممكن تكون يا نسيت أو ما كانتش مهتمة أو كانت يعني حديثة السن. ده اللي اتعمل، وفي فرق إنك تقوله وفرق إنك تعيشه. إنك تقوله ممكن نوصف ونحكي كتير ونكتب كتب كمان وتبقى، لكن انك تعيش ده كحاله بكل تفاصيلها وتبقى معلمه في وجدانك انك انت بترى وطنك، بلدك، اهلك،
ناسك، هيضيعوا منك، هيضيعوا مننا، هيضيعوا مننا بإيدينا إحنا. وده كان أخطر حاجة في الفكرة، فكرة الإسقاط والهدم بواسطة أهل البلد. فاللي حصل إن هي مؤسسات الدولة كلها تم إسقاطها، وابتدينا بقى نخش في 19 مارس الإعلان الدستوري والتعديلات الدستورية اللي اتعملت والكلام اللي انتم عشتوه. هو ده عبارة عن انك انت تسقط المؤسسات وتسقط الأنظمة اللي انت كانت قائمة عليها الدولة بغض النظر عن عوارها. هنا روح رابط الكلام بوزارة الداخلية.